كنت لسه بتكلم عن المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، ودايماً بيكونوا موجودين في المشهد لمساندة الدولة. يعني طبعاً احنا عارفين بيبقى فيه دايماً محاولة لإفساد أي زيارة أو أي شيء إيجابي بيقوم بها الرئيس. وطبعاً احنا مش بس بنتكلم عن شخص رئيس، بنتكلم عن صورة مصر أمام العالم. فالمصريين في الخارج بيكونوا حريصين على إن هم يوضحوا حقيقة الصورة، يوضحوا حقيقة الأمر، إنه المصريين وراء قيادتهم بيدعموها، زي ما كنا بنسمع دلوقتي أثناء المداخلة التليفونية إن هذه الزيارة مهمة في شقها، الشق السياسي والشق الاقتصادي، ودول ما ينفصلوش أبدا عن بعض. الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة قاموا عمل وقفة قدام الكونجرس الأمريكي للترحيب برئيس عبد الفتاح السيسي، ورفض طبعا أي تحركات مشبوهة من قبل الإرهابيين، الإخوان، المنظمات طبعا اللي احنا كلنا عارفينها، ويمكن احنا بنتابع بعض الصور اهي قدام حضراتكم على الشاشه والفيديوهات، المصريين، وطبعا بيبقى في تحس ان في كرنفال، في احتفاليه جميله، الاعلام المصريه علم مصر لما بيرفرف كده بتبقى فعلا انت بتحس قوي بقيمه بلدك لما تسافر، لما تكون موجود في يعني وحاسس ان انت عليك مسؤوليه ودور وواجب وطني تجاه اهلك واسرتك في بلدك ووطنك الام. فبيكون الحقيقه واحنا بنتابع الاحتفاليات دي بتحيا مصر بالاناشيد الوطنيه، بالهتافات، بتبقى وحتى كمان الاجيال الصغيره، وده شيء عظيم انك لما تتكلم على الجيل الثاني والجيل الثالث والاطفال الصغيرين، اللي يعني مهم جدا ان احنا نحافظ على الامتداد ما بيننا وما بينهم، يبقوا فاهمين هم مين، ايه اصلهم، ايه انتمائهم. فانت بتزرع كمان روح الوطنيه وروح الانتماء عند الاطفال دول وعند الشباب دول، وهم دول اللي بتعتمد عليهم بعد كده. والحقيقه انه يعني حصل فيه نقلة في طبيعة علاقة المصريين بالخارج بوطنهم. لسنين طويلة كان المصريين في الخارج بيشتكوا ان هم مهملين، ان ما فيش حد بيلجأ ليهم او بيتكلم معاهم او بيشوف شكاواهم، او حتى لو عندهم اي مشكلة ما بيتمش التواصل بيهم. لكن الموضوع ده اختلف في الكام سنة الاخيرة، وحصلت النقلة اللي بقول لحضراتكم عليها، سواء في الدستور او في خلال طبعا استحداث وزارة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ان الناس يحسوا انه لا، احنا ما فقدناش الانتماء والتواصل بوطننا الام. القصه مش قصه تحويلات المصريين بالخارج وخلاص، لا، ده يبقى لازم التواصل ده مستمر، لان ده يعني المصريين بره هم ظهيرك السياسي، الظهير الشعبي للدوله المصريه، دي صورتك، ودول سفرائك اللي بتكون حريص عليهم، هم بالتالي بيبادلوك حرص بحرص. Mm-hmm.